يا أبلة حياة. على إذنك يا حاجة. رضا. أمور يا ست الكل. فضي المحل بسرعة. من هنا الاثنين. لا مؤاخذة يا جماعة، إحنا مضطرين نقفل المحل عشان مكنة الكاشير عطلان، واللي محتاج حاجة ضروري يروح أي محل تاني. كويس بردك إن إحنا بقينا لوحدنا عشان نعرف ناخد وندي كده مع بعض في الكلام. هو هتفتكر إن أنا بتهوش بالحركات ده؟ هي انسي انسي، انا جايه النهارده عشان مصلحتك، مصلحتك يا حياه. يا حبيبتي، وانا بقى يا اختي مصلحتي هتبقى مع واحده زيك انتي؟ جرايه يا بنت، انت نسيتي نفسك يا اختي ولا ايه؟ من غير طوله لسان انا جايه اقول لك على كلمتين تحطيهم في راسك وتدوريهم وتفهميهم كويس. طوله لسان. يا حبيبتي، طب سمعيني يا اختي، اقعدي تحت رجلي زي عوايدك وسمعيني. ده كان زمان. خلينا في النهارده. بقول لك ايه يا حياه، لو عايزه سعالي جوزي يطلقك، اسمعي الكلام اللي هقول لك عليه كويس جدا. بصي بقى يا اختي، لحد هنا يا حبيبتي وخلص الكلام، وانتي اللي جيتي لقضاكي بنفسك، واللي ما حصلش في المدرية هيحصل هنا، عشان اللي زيك ما يتردش عليها بالكلام. تعالي لحمك انا هعرفك. ورايا بتساويني. حقك وحقك. كسر حقك. حقك يا بنت. ليك حق فيها عندنا. حقك فيها ولا في عيالي ولا فيه بالظبط. انت مالكيش حق في اي حاجه خالص. ما كده يا سعاد. بتضربني عشان واحده نمتك ولا سالت فيك. اخرسي. مش عاوز اسمع صوتك خالص. لا. انا مش هسكت. انا لازم اتكلم. انا ما عملتش حاجه غلط. انا رحت لها عشان اقول لها ان انا بقيت زيها واحسن كمان. ولو عايزه تتطلق تدفع. انت مالك؟ لا مالي ونص كمان. مش كفايه ان انا نزلت ورحت لها عشان الم كرامتك اللي انت قطرت بالست هانم؟ انت زي اللعبه رايح لاخوها. راسي خالص. انا مش عاوز اسمع صوتك ده تاني خالص. كده يا سعاد؟ عايز تضربني تاني؟ هضربك تاني وتالت وهضرب نفسي مليون صرمه على اليوم اللي شفتك فيه. منك لله يا شيخة، خدتيني من مراتي وبيتي وعيالي. انت واحدة ما يملاش هنا غير التراب. بتقول ايه يا سي علي؟ يا سي علي بتقول ايه؟ اللي انت سمعتيه ولا هتسمعيه ولا لسه هتسمعيه مني اكتر. ابوس ايدك يا سي علي، عمرني ما تسيبنيش، انا ماليش في الدنيا دي غيرك. بتاع زمان ابو رياله خلاص مسح ريالته. انا بحبك وانا ما بكرهش في حياتي قد العين اللي شافتك والايام السوداء اللي قضيتها في سجنك دي. ابص رجلك يا سي علي، رجلك ما تسيبنيش. انت طالب يابا. في ايه يا حيات؟ انا قلت يا بنتي على طول على الحامي كده. في ايه يابا؟ خضتني. ولا خضتك ولا حاجه. دي احنا هتعرفي كل حاجه دلوقتي. اظهر وبان عليك الامان. ايه؟ ايه رايك في المفاجاه دي؟ ايه
المثل بيقول المايه كذب الغطاس، وادي المايه وادي الغطاس. انا هسيبكم اروح المحل، اقعدوا بقى اتكلموا مع بعض براحتكم. الباب ده هيتقفل عليكم، قولوا لبعض كل اللي نفسكم فيه، بس بشرط ما تخرجوش من هنا الا لما تعرفوا بالظبط بالظبط انتوا عايزين ايه. ازيك يا حياتي؟ الحاج منعم شايف ان الحل في اللي احنا فيه ده كله مش ممكن يحصل الا اذا قعدنا مع بعض واتكلمنا. اتكلم في ايه يا علي؟ في اللي احنا وصلنا له ده. اللي احنا وصلنا له ده بسببك. ايوه بس ده لا يمنع يعني انك عارفه متاكده قد ايه قيمتك عندي. ده من ناحية دي طمن، انا عرفت قيمتي عندك كويس قوي. بص يا حياة، انا هفكرك بحاجه وانت اكيد فاكره. افتكر كويس قوي ان انت اللي جبتيها هنا في بيتنا وعيشتيها في وسطنا، وانا كنت رافض. اكيد فاكره. وبعدين انت ما سبتلهاش البيت تعمل فيه واللي هي عاوزاه وخلاص. لا ده انت سبتلها كل اللي انت المفروض تعمليه، ورميتيني انا ورا ظهرك. ابتدت نفسك تعال على العيشه اللي احنا عايشينها، وريقك جري على عيشه الناس التانيه. ونسيتي كل الكلام اللي انت كنت بتقوله لي زمان. افتكري يا حياة؟ لا والله. طب ما تفكر نفسك انت الاول باللي جاي تعاتبني بيه. يعني لو انا كنت غلطانه زي ما انت بتقول، وعيني زاغت وريقي جري، لكن عشاني وعشانك عشان العيال. لكن انت بقى ما فكرتش الا في نفسك. وبعدين كلنا بلاش السكه دي معايا يا علي، مش هتجيب نتيجه. ولو لسه فيك حاجه من اللي كنت مصدقها فيك زمان، يعني شويه رجوله ولا نخوه، هاتلي ورقة الطلاق يا علي، بدل ما تعملها غصب عنك. وانت عارف بقى انا بنت مين واخويا مين واقدر اعمل فيك ايه كويس.